السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شوائب الكاميري من مواليد 2009، كندرس بمدينة الجديدة مدارس البيليا. الآن أبلغ من الحفظ 41 حزب، وأدرس بكتاب رياض الصالحين بإشراف عبد الله مسعيد والمشرف على الحلقة عبد الفتاح فضيلي. أنا بديت من الحفظ من كان عندي 7 سنين كش كنمشي كنبقى نسمع القرآن، نسمع الناس كقراو الدراري. باش بديش كندخل 9 سنين 8 سنين 10 بديش حفظ القرآن، الوالدين ديالي كيقولوا لي بأن القرآن راه مزيان، بأن حفظ القرآن كينور الوجه كينور القلب، وأنه كلام الله خاصنا نحفظوه ندبروا معانيه. من السن ديال 4 سنين يبقى يمشي غير باش يسمع، باش ياخذ فكره على القران على القراءه ديالو. غير كل مره كنا في رمضان كنصلي جوج ركعات في كل شي مسجد، ديشا من ولا من فاش ديك الساعه 13 صليت اول مره في مسجد نسيم، صليت في التهجد وكيقول لي تبارك الله وعجبهم الصوت ديالي. كان في الاول كتكون شويه الخلعه ماشي شي حاجه، لا كتولف غادي كتول غير التوتر. مني كتدخل المحراب اول مره ما كتكونش مولف عليها، كتأم بالناس وراك الناس بزاف، داك كتجيك واحد التوتر. كتب شويه تحيد كتولف، لأن القرآن هو أحسن حاجة في الحياة، هو اللي غيفتح باب الجنة، يفتح شحال من حاجة، كي أثر على الأخلاق، أثر على التعامل. الممارسة وانك
ماشي كتبقى فهمتي مخلوع ولا شي حاجه كداش حيدك التوتر شويه شويه. انا طموح ديالي هو بان نولي مقرا كبير، نولي كنأم بالناس، نولي كنأم بالناس و حتى والدي يولي يشوفوني بانني امام، باغي يشوفوني بانني مقرا كبير باش يفتخروا بيا انني اتجهت للطريق الصحيح الله تعالى. و بعد الوالدين ديالي وكاع الائمه اللي وقفوا معايا وحفظوني القران وعلموني القواعد ديالو باش وليت كنقرا بالناس، نئم بالناس. كيقولوا لي بانني نجي عندهم ونقرا عليهم، كيصحوا لي اخطاء ديالي وكيدفعوني باش نقرا بالناس. انا القدوه ديالي في القراء المغاربه هو عمر القزبري، ومن برا المغرب القارئ اسلام صبحي والقارئ ياسر الدوسري. لا ماشي كنحاول نقلدهم، ولكن كي كنرتاح السمع ديالهم، ملي كنسمعهم كنرتاح القراءه ديالهم. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.